كده الاول شغال النهارده عندنا مش شغال سبيكر شغال ليه مش شغال مش كان شوف كده طب في حاجه اتفلتت من المايك شغال بس ده عشان انا واقفه جنب اللابتوب يمكن طيب هل كده شغال؟ لا كده مش شغال. غالبا ما اخترتش الجنب بتاع ده يبقى كده مش شغال خالص. ماشي اوكي طيب النهارده عندنا بيبر very interesting. I believe انه every now and then هم they do this kind of paper. ليه بقى؟ لانه كان في واحد اسمه كلاين هاينز عمل البيبر دي في 2005 او حاجه شبهها. اللي هو بنعمل ستادي على هيومن كاديفرز اوكي اللي هي الهيدز بتاعه الهيومن كاديفرز وبنشوف فيها الديستريبيوشن بتاعه البلاد فيسلز اخبارها ايه. بنشوف فيها الخريطه ماشيه ازاي وبناء عليه ايه المودفيكيشنز او ايه الحاجات اللي ممكن احسنها او اعدلها في السيرجيكال ديزاينز عشان اقلل موربيديتي، اقلل انترا اوبريتيف بليدنج، اقلل هيماتوما، اعمل مودفيكيشن، اعمل فيرتيكال ولا ما اعملش فيرتيكال، الحاجات دي كلها. فهي الاستادي دي معموله عشان تدرس خريطه الارتريز او البلاد سبلاي بتاع الاريا اوف انترست اللي هي المكزيلري ارش. هو مين اللي كان شغال على المكزيلري ارش؟ بوستيريور وبري مولرز وانتيريور اريا. ونطلع بريكومنديشنز من الفايندنجز اللي هم لقوها دي عشان نقول والله يا جماعه احنا يا اما بناكد اللي اتعمل قبل كده يا اما بنعدل حاجه جديده لقيناها على اللي اتعمل قبل كده. اوكي؟ اسامه هيعملها بشكل كويس قوي. احنا يعني انا شفت البرزنتيشن هو محضرها حلو قوي ان شاء الله. والحته التكنيكال بقى بتاعه تحضير السبيسمنز وكده ممكن تبقى غلسه شويه مش فاهمينها قوي لان طبعا تكنيكال احنا ما شغلناش الكلام ده. بس اتس فاين هنقرا المكتوب بريفلي كده وهنهتم اكتر بالجزء بتاع الدسكشن او كلينيكال انفيكيشن بالفايندنجز اللي لقيناها في الكاريبيوس. اوكي؟ يلا بليز جو اهيد. انا قلت هنا بقى معلش. اس بي سي اول حاجه اسم بيبر عندنا باسكال سيرفي اوف ذا سيلري ديستريبيو ازاي دوت بيأفكت السيرجيكال بتاع السيرجيكال بتاعتنا سواء انتنت او ريكونستراكتد او اي طيب هنتكلم عن ايه النهارده؟ اول حاجه بريفلي كده هنتكلم عن الانرفيشن والفاسكولاريتي. هنتكلم عن الايم اوف ستادي الماتيريالز والميثودز اللي استخدمناها. واخر حاجه الكلينيكال فايندنجز اند الكلينيكال سيجنفيكانس بتاعتها في العياده. اول حاجه الانرفيشن. بريفلي كده مش عايزين نركز مع كل الليفلز ديت. انا بس عايز الناس بس تركز على الماكسيلري نيرف. الكورس بتاعه بيعدي بيطلع منه بوستيريور سوبيريور بيدي المولرز بيدي ميدل سوبيريور بيدي الفري مولرز والانتيريور سوبيريور بيدي الانتيريورز. واخيرا زي ما احنا عارفين الانفرا اوربيتال بيدي تيرمينال برانشز بيطلع انجلر وبيطلع او زي ما نسميها بالفكره تمام وبيدينا لاترال نيزل وبيدينا ليجل برانش. بس خدوا شكل الصوره ديت عشان ليها انديكيشن معانا بعدين الارش ديت ريدوس فيرتيكال برانش. الباسكولاريتي بتاعتنا مش عايزين برضه ليه بس كلها انا جايبها عشان بس نشوف عندنا الكومن الكومن كاروتيد بيعمل برانشنج هنا بيدينا اكسترنال وانترنال. طبعا التركيز بتاعنا على الاكسترنال. الاكسترنال عايزين منه ثلاثه برانشز بس. اول حاجه الفيشيال نيرف ممكن ننقل على الصوره دي. الفيشيال نيرف هنا بيدينا برانشز مهمه في بتسبورت بتسبلاي فيس انتيريور وسوبيريور ليبيال ولاترال نيزل وانجلر برانش. نرجع تاني للاكسترنال كاروتيد بيدينا الماكسيلري طبعا ده المويستر بتاعنا بيدينا البوستيريور سوبيريور والميدل والانتيريور وبينتهي بالانفرا اوربيتال وبيطلع برضه بالثلاث برانشز بتوعنا الانجلر والنيزل والسوبيريور. في عندنا كده
الترانسفير ستيشن نيرف دوت برضه بيطلع من زي تقريبا كده في اواخر الاكسترنال كاروتيد قبل السوبرفيشال بيطلع لنا الترانسفير فيس الترانسفير ستيشن ارتري بيسبورت الايه اللي هنا عند الجيك بون. أول حاجة الايم بتاعنا بتاع الاستاذ ليه هم جم عملوا الاستاذ أول حاجة عايزين انفستيجيت الميكوزال والبريوستال باسكولار سبلاي اند ماكسيلري ديستريبيو وعايزين طبعا ماكروسكوبيكالي وراديوجرافيكالي تو امبروف السيرفيكال ستراتيجيز واللاب ديزاينز عايزين نحسن اللاب ديزاينز بتاعتنا ونحسن السيرجيكال انترفينشنز بتاعتنا. تاني حاجة عايزين نعمل anatomical foundation هنعمل كده ازاي هنعمل mapping لل blood vessels اللي موجودة وال anastomosis بتاعتها. حاجة كده سريعة ليه أصلا مهم نعرف الفاسكولاريتي بتاع الريسيبيوت. أول حاجة as an operator لازم أكون عارف ال blood vessel ماشي ازاي وبرانشاته وبيسبلاي ايه وايه الانستموسس بتاعته وايه افضل مكان انا اخش اعمل فيه انترفنشن واعمل فيه سيرفي. تاني حاجه ليه بعمل كده عشان خاطر انا اقلل الكومبليكيشن سواء نيورال كومبليكيشنز او فاسكولار كومبليكيشنز عشان طبعا كمان انبروف الوند هيلينج وطبعا عشان خاطر الفستيبيول دوت مكان هيفلي فرنشد باي بلاد فيسلز ومليان بلاد فيسلز كتير فانا محتاج اكون عارف كل حاجه فين عشان احسن الدنيا بتاعتي واكون ماشي كويس وماشي صح. اخر حاجه بيقول لنا ان الباسكولار سبلاي والفستيبيولار ميثولوجي بتاثر على السيرجي بتاعتنا هتمشي ازاي او امتى انا اتدخل واقول والله السيرجي دي هيبقى ليها برنوزس حلو ولا السيرجي دي هيبقى ليها برنوزس وحش بناء على الدات سبلاي مثلا او شكل الفستيبيول مثلا في سيشن جامد في سيشن من الكلام دوت كله بيفرق معانا في السيرجي. الماتيريالز اند عملوا ايه في الستادي؟ اول حاجه جابوا 30 هيد كورسز تمام قسموهم لثلاثه جروبس. أول جروب عندنا كان نون ديتيل تسع أجنبة موجود فيهم سنانهم. تاني مجموعة كانت 11 partially edentulous patients وتالت مجموعة كانت 10 edentulous patients. طيب ال 30 head courses دول قسمناهم لمجموعتين بناء على الطريقة اللي هنحضر بيها الاستثمار. أول حاجة 26 cadavers were injected by pipe solution followed by latex milk with red agent عشان خاطر بنعمل determination macroscopically وكمان radiographically لل blood vessels. تاني مجموعة كانت 4 cadavers بس were prepared by corrosion casting عشان نشوفها macroscopically. corrosion casting هنشرحها في الأول. أول طريقة طبعا الميثود اوف انجكشن نعم بس هما تقريبا هيجوا في الاخر كده عملوا بلك على الانجكشن بعدين قالوا ايه طب ما ممكن نجرب ديت ما خدوش عينات كتيره ف مش قوي على الكروجين في حاجه كده يعني عملوا كميه كبيره وسبيسيمنت صغيره. طبعاً زي ما قلنا الميثود اوف انجكشن كانت عن طريق حد اسمه شبازي دوت واحد برضه كونتريبيوتد في البيبر دي. كان بيقول اول حاجه بنيجي للكومن كاروتيد ونعمل له فلاش بالتايب سوليوشن طبعا اندر بريشر اوبن فايف بار. ثاني حاجه بعد ما عملنا فلاش بالتايب سوليوشن بنجيب كوجليتد امونيا ونفلاش اي كوجليشن موجود في
بس نسيت. تالت حاجة بنجيب بقى اللاتكس نفس دوت مع ريد ايجنت وبنعيد الانجكتد في ال كومن كارد. بعد ما نعمل انجكشن الكاديفرز بيفضلوا موجودين محفوظين فيكسد within time solution لمدة من 6 ل 8 شهور. بعدين الكورسز ويرسيل ان زيبر بولي ايثيلين بلاستيك باكس for another 6 months with فلورو فيكسد. After fixation specimen بنعمل لها dissection وبنشوف الكوزة بنفصلها عن الفري اوسكين وبنشوف بقى ايه بنديتكت اي حاجه عندنا في الاوتيس والانستموسس بتاعتها. هي صوره في الليتكس هي مش باينه شويه الاوتيس بس موجوده في البيبر اللي كنت عايز ابص عليها. مش شايفه بقى التيشو والسوب تيشو كله بيصور. اول حاجه طبعا بنطلع الميثود اللي فاتت كانت بالدايركت او اختاروا بالكومن كاروتيد عشان بينجكت فيكس. هنا سبيسيفايد بالاكسترنال كاروتيد بس جابوا الاكسترنال كاروتيد وعملوا له ووشنج بفوسفيت بافر سلاين سوليوشن زي فلاش بوب. بعدين جابوا اكريليك رسم which included ريد ايجنت برضه عشان يبقى سهل الديترمينيشن بتاعه was injected بالاكسترنال كاروتيد برضه. بعدين during this phase خلينا الكوبسز موجوده او فيكسد في نفس البوزيشن عشان الريزن يثبت على نفس الايه يحصل فيكسيشن بنفس البوزيشن. بعدين عشان نعمل كومبليت بوليمرايزيشن للاكريليك ريزن خلينا حطينا الهيد كوبس دول محطوطين في ميه بتمبرتشر 40 to 60 سيلسيوس for 24 hours عشان نكمل البوليمرايزيشن بتاعه. بعدين الكوروجين فيس الكوروجين فيس تيشو اراوند بوليمرايز ريزن وماسيريتد في حاجه اسمها سومات جول 12 اكشن ديش ووشر تابس. بصراحه مش عارف ديش ووشر ايه اللي جابه هنا بس يعني ماسيريتد فور 2 مانثس. نخش بقى على الحاجات المهمه اللي عندنا في الريزلتس. اول حاجه لقوا انه الانتيريور سيجمنت بتاع المكسله بياخد ارتيريال سبلاي من السوبيريور ليبيال ارتري بينزل له بايه بالبرانشز فيرتيكال برانشز بالتارجت دايركتلي الميديال والديستال بابيلي. ثاني حاجه احنا قلنا البابيلي ديت presented to have dense vascular supply تمام which is directly emanating from the superior radial area vertical branches. However, the gingival blood supply is formed by branches that come from loop anastomosis. يعني احنا عندنا ال vertical branches. تمام احنا عندنا ال superior radial ماشي من فوق. بيدي vertical branches لل ميزري والديستال بابيلي تمام بتاع الانتيريور. Between those vertical branches بيبقى في لوب انستموزس بين الفيرتيكال برانشز دول بيعملوا زي لوب كده ريجولار لوب لوب باتر ودول بيسبلاي الجنجيفا اللي موجوده بين الانستموزس. السوبيريور ليجر مش كده ترانسفيرس وبعد كده نزل منه الفيرتيكال برانشز بتسبلاي ليه بنت البابيلا بعد ما بيوصل ايه في بنت البابيلا بيرجع انستموز تاني في الزنت بوينت تمام في الميد بابل في الميد ليك ليه عشان هو هنا هيبقى ليه انديكيشن بعدين بقى في الديسكشن. بس كده دي خليها دي الانتيريور اريا. في حاجه كمان بالنسبه للجروبس ديت هي ليها كرايتيريا في الدنتيت والنون دنتيت ستيت. عندنا لما يكون في دنتيشن اللوبس دي بتبقى ريجولار ان باترن وبتبقى سمول ان دايمتر. لكن في النون دنتيت ستيت بيبقى عندنا اللوبس دي بتبقى انلارج وبتبقى ريجولار ويدي شيب. اوكي الكلينيكال سيجنفيكانس بتاعتها اف ديورينج لو احنا جينا نعمل امبلانت ريليتد سيرجريز جينا نعمل امبلانت او نفتح لاب لو جينا عملنا قطعنا الانستموز دوت او جينا عملنا انسجن
الزينت بوينت الميد واي زينت بوينت بتاع السنان هنقطع في ال يعني هيحصل فيه امبيرمنت في البلد سبلاي الحته دي. فطبعا دوت هيأثر علينا بسيكويلا مش لطيفه لما يبقى فيه بلد سبلاي امبير بيدينا ممكن يعمل لنا جينجر فانكسشن او يسبب سكورز. Therefore, instead of trapezoid flap اللي هي الفلاب العادية بتاعتنا اللي هي wide base narrow apex عشان خاطر يعمل لنا good blood supply بعد السيرجري, بدل دي الأفضل إن احنا نعمل horizontally extended flap. بدل ما ننزل في vertical releasing incisions بن extend horizontally. Without vertical releasing incision is preferred. طيب, if vertical releasing incisions is sequentially necessary, خلاص أنا لازم أفتح vertical incision. أيًا كان السبب بقى, أحط bone augmentation, machine lesion, أحط implant, محتاج exposure كبير, أحتاج إن أنا أعمل releasing incision. طيب, أحط فين releasing incision دوت أو إيه preferable place إن أنا أحطه فيه؟ بيبقى في مكان اسمه distal canine first premolar area. طيب الفلاب دي اسمها ايه؟ اسمها ال شيب فلاب. طيب ال شيب فلاب طبعا ديت اللي هي كانها الجنجفال او السيركلر انسيجن, وال ال ديت هتبقى الفيرتيكال انسيجن. طيب ليه السايد دوت هو احسن مكان ان انا اعمل فيه انسيجن؟ اول حاجه عشان دوت دوت اقل مكان ممكن اعمل فيه انتربشن للبلاد سبلاي. يعني البلاد سبلاي في الحته دي لو قطعناه مش هيأثر بشكل كبير على البلاد سبلاي في المكان ده. وهيبقى طبعا اقل دايمتر موجود, فدوت اقل حاجه ممكن تسبب لي بليدنج او ممكن تاثر على التيشوز اللي موجوده هي ريديوس دايمتر. وطبعا مع البلد سبلاي كتير والسمول دايمتر مش عارف ايه والكلام دوت هيبقى مينيمال سكارنج بوست اوبريتيف موجود. طيب وقفه هنا بسيطه. عندنا احنا قلنا في السلايد اللي فات ان احنا ممكن نعمل تو تايب اوف فلابس اللي هي واحده فيها فلاب اسمها ايه, واحده فيها فيرتيكال ريليسنج انسيدنس واحده ما فيهاش. طيب كده عندنا نوعين فلاب بس, وذين نوع الفلاب الواحد ممكن برضه نقسم الفلاب لكذا نوع او نوعين ممكن نقول. يعني بالنسبه للترانسفيرس ترانسفيرس او هوريزونتال horizontal extended flap within النوع دوت نفسه ممكن نقسمها لنوعين تاني. يعني احنا عندنا ممكن نجو ثرو الفول ديب بتاع الفلاب, يعني ننبول epithelium وننبول connective tissue down to the bone وناخد معانا الperiosteum, او ممكن نعمل حاجه اسمها split thickness flap ديت بننبول بس الepithelium وحبه من الconnective tissue ومش بنقرب للابيثيليوم للبيري اوستيوم بتاعنا. طيب دوت ايه الفرق بقى بين دي ودي اكوردنج للحاجات دي؟ طيب اول حاجه افكت اون فلاب سيركيليشن. طبعا انا لما بخش بعمل انسيجن ديب تو ذا بون طبعا بعرض سيركيليشن اكتر, بقطع تيشوز اكتر وبانفولف كمان الارتيز او الفيسلز اللي موجوده within البيري اوستيوم او اللي جاي لها لينجوال. طبعا هنعرف بعدين ان في انسترومنتس بيحصل من اللينجوال للفقر. طيب الحاجات دي كلها بتتأثر. طيب احنا لما يعني انفوك حبه صغيرين يعني نقلل الليفل اوف انفوكمنت, طبعا مش هيجي بلاد بس الثاني من جوه يتقطع, فاحنا عندنا كده البلاد سبلاي ما بقاش فيه بلاد سبلاي ما اتقطعش كتير. يعني احنا عندنا البلد سبلاي في المكان دوت لسه كويس, مش هيحصل لنا انتر اوبريتيف.
ليدنج كتير. طبعا بوست اوبريتيف ريزلت هتبقى احسن، وعندنا الفلاب كرايتيريا كمان هتبقى مور الاستيك اند مور موبايل، عشان احنا الحاجه اللي بتمسكنا لو انا مثلا عايز اعمل كورونال ادفانسنج للايه؟ للفلاب بتاعتي، ايه اللي بيمسكني لو انا عامل كونتاكتلس فلاب؟ فانا لما اسيب دوت ما خدوش انفولف معايا في الفلاب، لما اجي اعمل ارفع الفلاب معايا تبقى مور الاستيك عن الفيري اوستي الفول ثيكنس فلاب. طيب حاجه كمان، لو احنا مثلا عاملين فول ثيكنس فلاب هنضطر عشان خاطر نعمل كورونا ادفانس الفلاب هنضطر نعمل ترانسفيرس للريسيفنج سيرفيس عشان خاطر تساعد معايا ان انا اشد الفلاب. مش هنحتاجها طبعا هنا عشان زي ما قلنا مش ما عندناش في الوسط هنا فمفيش حاجه ماسكاها، فمور الاستيك اند مور موبايل. تاني حاجه لقينا انه في انستموزس بتوين الانفيريور اوربيتال ارتري والسيبتال برانش بتاعت النيزل كاب، زي ما احنا شايفين هنا ادي الانفيريور اوربيتال مع النيزل سيبتال برانش او بسنس. طيب دوت ايه السيجنفكنس بتاعها عندنا؟ ان انا لو جاي اعمل مثلا سيرجي هنا، جاي ارفع فلاب مثلا، لو انا عملت بشارب انسترومنت او عملت فورس عاليه ممكن انا اعمل انجري للانستموزس ده. فانا دلوقتي عرضت البيشنت لايه؟ بوست اوبريتيف ابيستاسيس، بقت موت كومن انها تحصل لو انا اتغشمت في الحته دي. ثالث حاجة بنقول انه الباسكولر بتاع الباسكولر كونكتيف تيشو، احنا عندنا الضل فيسلز مش بتمشي كده لوحدها مالهاش دعوة ببعضها، لا بيحصل انستموزز بين كل بلاد فيسلز والبلاد فيسل واللي جنبه. يعني مثلا عندنا السوبيريور ليبيال ماشي مع الانفيريور اوربيتال، ماشي مع البوستيريور سوبيريور، الكلام ده كله بيحصل فيه انستموزز بينهم. هنا بيقول لنا انه السوبيريور ليبيال بريزنتد ابسيلاترال وكونترا لاترال. ابسيلاترال يعني في نفس المكان في نفس السايد، كونترا لاترال يعني مثلا السوبيريور ليبيال هنا مع السوبيريور ليبيال رايت. تمام انستموزز وذ ذا انترا اوربيتال ارتري. طيب الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاعه ايه؟ في البوستيريور دنتيت ماكزيلا vertical releasing incisions at the area of second molar might block the pathway of the blood between distal and mesial tissue. طيب زي ما احنا قلنا زي ما احنا عارفين ان الارتري بيجي من posterior للانتيريور، يعني البرانش جاي الكورس بتاعه ماشي من البوستيريور بيعدي بالانتيريور. فطبعا كل ما انا لما ابعد عن السورس بتاع البرانش نفسه الدايمتر بتاعي بيقل والبرانشز بتاعتي بتزيد. فانا لما اجي اعمل انسجن واعور انا البيس بتاع الارتري اللي ماشي دوت هيعمل لي طبعا هو لارجر ان دايمتر فيعمل لي انتر اوبريتيف بليدنج اكتر فيعمل لي ديلي بليدنج اكتر عشان الارتري دايمتر بتاعه كبير ما كانش حصل له برانش. يعني انا كل ما ماشي بطلع برانشز وبصغر دايمتر بطلع برانشز وبصغر دايمتر، فانا لو قطعت حاجه ليها دايمتر كبير هتديني كميه بلاد اكتر من لو انا قطعت حاجه فيها برانش في دايمتر صغير. Moreover, increase طبعا زي ما قلنا increase intraoperative bleeding during زي مثلا the surgeries اللي بتبقى في ال posterior area زي signs for elevation or ridge augmentation. يعني احنا عندنا في السيرجيز دول بنحتاج ان احنا نعمل ريليسنج سيجمنت بوستيريور، فلو حصل وعملنا انجري للارتري بالبوستيريور هيحصل لنا كومبليكيشنز زي انترا اوبريتيف بليدنج وهيحصل لنا طبعا ديلاي بليدنج وممكن يحصل سكار فورميشن. طيب اكشلي دي حاجه جديده مش موجوده في البيبر اللي فاتت، انه ستار لايك تيرمينال برانشز observed in the most superior patient layer. عندنا في ال most superficial superior layer عندنا هنا في ال vestibule most superficial layer بنلاقي فيه star shape terminal branches. طيب over the entire vestibule.
with increased density toward the labial frenulum. يعني احنا كل ما نروح ناحيه الفرينيولوم بتزيد عندنا الايه؟ الستار لايك تيرمينال برانشز. طيب الكلينيكال سيجنفكنس بتاعتها هوميوستيزس هيماتومز following submucosal injections might be explained by the occasional unintentional rupture of the star shaped terminal artery. يعني انا عندي كل ما اطلع قدام بيبقى في احتماليه ان انا اعمل هيماتوما اكتر وانجريز ذا ترمينال برانشز تو resulting in post operative discomfort. ويوسف هنا تقول لك حاجة كمان transversal connections between buccal and palatal periosteal arteries were observed. يعني انا دلوقتي زي ما قلنا في عندنا palatal blood vessels زي مثلا greater palatine او mesopalatine وعندنا buccal بيبقى في superior labial او posterior superior او whatsoever. بيحصل عندنا anastomosis between those two branches. يعني احنا عندنا اللينجوال بارت والبوكال بارت بيخشوا يعني بيحصل لهم بينفيد كانوا بينفيد البون كده ويعدوا ويتقابلوا مع بعض. طيب الكلينيكال سيجنفكنس بتاعتها طبعا الفيسلز اللي معديه دول هي مش باينه هنا بس هي باينه في الفيديو. هي طبعا لما نيجي نحط مثلا امبلانت في المكان ده لازم نراعي ان في هنا بلود فيسلز ممكن نعمل لها انجن فلازم نكون اوير ان احنا نعمل فين دريلنج والكلام ده. وليه حد ميت بوينت كمان اكشلي تقريبا دي اخر بوينت ترانسفيرسال انستوموزس بين ميكوزال اند بيريوستيال لايف ان بوث انتيريور اند بوستيريور زون. احنا عندنا وذين اللاير نفسها بيريوستيال برانشز اند سوبرفيشال برانشز او ارتريز بيحصل لهم انستوموزس بينهم وذين نفس اللاير. طيب الكلينيكال سيجنفيكانس should contrary to full thickness mucosal mucoperiosteal flaps, split thickness flaps result in less pronounced intraoperative bleeding and favorable wound healing. زي ما قلنا في الاول ان احنا مش هنعور tissues اكتر فهيبقى عندنا better wound healing, less scars وهيبقى عندنا less intraoperative bleeding. طيب ديت كده مراجعه بسيطه عن الارتريز. طيب احنا عندنا هنا الفيشل اهو ماشي بيدينا هنا البوستيريور سوبيريور وعندنا وطالع فوق اهوت الماكسيلري جاي بيطلع لنا من هنا الانترا اوربيتال تمام وعندنا هنا السوبيريور ليبيال جاي اهوت ايوه بيطلع لنا برانشز وهنا الميزل نزل ستة الارتيز وعامله طبعا الاسموز. شوف كل حاجه داخله مع بعض يعني هنا الكوسير سوبيريور داخل مع الانفرا اوربيتال وداخل مع السوبيريور ليبيال وداخل كمان السوبيريور ليبيال داخل مع النزل ستة. حلوه جدا. انا شخصيا لقيت الشرح سموث قوي وممتع ولطيف وقاري كويس قوي فاهم كويس قوي والبيبر مش سهله فبرافو.
يعني اه I personally enjoyed so much. حد عايز يسأل؟ حد عنده أي أسئلة؟ توفيق أنت محضر أسئلة؟ أسئلة؟ لا مش قلت لي قريت ومش عارف إيه؟ اسأل عادي اسأل ملحقتش تقرا؟ طيب هل في أسئلة أونلاين؟ طيب بجد يا اسلام انا يعني ثانك يو سو ماتش انا فعلا والله انجويت جدا ويعني لا انت تقريبا يو كفرد ايفرثينج في البيبر فانا عارفه ان انت حطيت مجهود فيها ثانك يو سو ماتش يعني ولوكينج فورورد بقى للي جاي ان شاء الله احنا المفروض نيكست تايم الخميس برضو عندنا محمود محمود اللي كان معاكم في الراوند عماد اوكي محمود عماد هيقدم لنا بيبر عن تكنيك فور بابيلا امبليفيكيشن يعني لما يكون عندي بلاك تراينجلز هاو تو ديل وذ ذا بابيلا ان تيرمز اوف بون اوجمنتيشن وسوفت تيشو امبليفيكيشن ودي بيبر عاملها ديسانس من بيبر ستار ديسانس بروفيسور ديسانس طبعا ممكن بقى نوقف الشير ونشوفكم الخميس الجاي ان شاء الله شكرا يا جماعه مبسوط انكم جيتوا